حبايب الحلوين، ومكملين مع بعض حروفنا الجميلة بتاعتنا. النهاردة هناخد حرف ايه؟ هناخد حرف الثاء. هناخد حرف الثاء. طب يا ترى ايه حكاية حرف الثاء؟ تعالى كده مع بعض نحكي حكاية، وبعد كده نشوف صوته وشكله عامل ازاي. كان يا مكان كان في عصفور جميل خالص قاعد مع مامته. مامته قالت له استناني وانا هروح اجيب الاكل واجي. فجأة العصفور الصغير ده شاف ايه؟ ثعبان. شاف ايه؟ ثعبان. قول معايا كده، ثعبان. برافو. فخاف جدا وجري على مامته وقال لها ايه؟ ث ث ث ث، علشان يشاور لها على الثعبان. طب يا ترى يا مس، حرف الثاء شكله ايه؟ تعال بص معايا كده، ده شكل حرف الثاء. قول معايا كده، ثاء ثاء ثاء. برافو، ركز في شكله قوي كده، ركز جامد. طب تعالى يلا مع بعض نلعب لعبة الحروف. شوف معايا كده، مين شطور هيشاور على حرف الثاء؟ ده حرف الثاء؟ ايوه ده حرف الثاء. لا، طب ده حرف ايه؟ مين شطور هيقول لي ده حرف الالف؟ ده حرف الثاء؟ ايوه ده حرف الثاء. لا، طب ده حرف ايه؟ حرف الفاء. طب تعالوا مع بعض يلا نشوف حرف الثاء وصوته هيتغير ازاي لما يعدي على الفصول الأربعة. أول فصل معانا كان فصل الربيع، اللي الشمس فيه بتبقى هادية وجميلة خالص. شوف كده حرف الثاء وعليه ايه؟ عليه السكون. عليه ايه؟ السكون. هيبقى صوته ايه؟ هيبقى صوته هادي خالص. هيبقى صوته ايه؟ أث أث أث، صوته هادي خالص. طب يا ترى لو رحنا فصل الصيف هيبقى صوت حرف الثاء ايه؟ اهو بص معايا كده، ثاء وعليها الفتحة. هيبقى صوتها ايه؟ ثاء ثاء ثاء، زي كلمة ثعلب. ثعلب. قول معايا كده، ثاء ثعلب ثاء ثعلب. شطور. تالت فصل معانا فصل الخريف، هيحط على الثاء ايه؟ ضمة. هيبقى صوتها ايه؟ ثو ثعبان. قول معايا، ثو ثعبان ثو ثعبان. شطور. اخر فصل معانا الفصل الشقي، اللي بينزل الحركة تحت الحرف. هيبقى صوته ايه؟ ثي ثي ثياب ثي ثي ثياب. برافو عليكم. تعالوا كده نراجع مع بعض الأصوات الأربعة. أول صوت معانا كان صوت الثاء بالسكون، يبقى إيه؟ إث إث. صوت الثاء بالفتح، ثاء ثاء ثعلب. طيب تالت فصل معانا كان فصل إيه؟ الخريف، اللي فيه حركة الضم، ثو ثو ثعبان. آخر فصل معانا فصل الشتاء، اللي بيفكرنا بالكثرة، هيبقى صوته ثي ثي ها؟ ثياب ثياب. شاطرين، برافو عليكم. يلا مع بعض نكمل حلقتنا ونشوف. يلا حبايبي مكملين مع بعض حلقتنا، حلقة حرف الثاء. تعالوا نشوف مع بعض كده هنكتب حرف الثاء ازاي. شوف بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بحرف الباء وحرف التاء. طبق. بس يا ترى النقط بتاعته هتبقى فين؟ هتبقى فوق. ليه تلات نقط. ليه تلات ايه؟ تلات نقط. تعال نكتب تاني كده، طبق وجوه ايه؟ تلات نقط. طبق وجوه تلات نقط. شاطرين، انا شايفة اصحابي كتبوه بسرعة. طب مين هيفكرني بأصواته؟ ف ثعلب، في ثياب، ثو ثعبان. شاطرين. تاني يلا مع بعض، ف في ثو اف بالسكون. طب يا ترى حرف الفاء من الحروف الطيبة ولا الشريرة؟ لا، من الحروف الطيبة، اللي هتفرد ايديها وهتمسك اصحابها هتعمل ايه؟ سنة ونمشي نمشي نمشي ايه؟ على السطر.
تاني، تفرد ايديها على السطر عشان تمسك بصحابها. شايفين ازاي؟ قولوا معايا كده، فاء فاء فاء. قول معايا تاني، فاء فاء فاء. برافو عليكم. يلا مع بعض كده نكتبه في الكراسة مع مامي ونشوف هنكتبه بسرعة ولا لأ. يلا حبايبي ومكملين حلقتنا النهاردة، حلقة حرف الفاء، ومعانا صديقنا الجميل توت. ازيك يا توت؟ الحمد لله. الحمد لله. شكلك لسه جاي من المدرسة. لا ما رحتهاش. ليه ما رحتهاش ليه؟ مش عارف، بيقولوا لي النهارده اجازه. اجازه؟ لا النهارده مش اجازه، بس عموما يا توت اللي ما راحش المدرسه كده زي توت ممكن يتابع الحلقات بتاعتنا على قناه ايه يا توت؟ السكوله. السكوله، واي حلقه فاتتكم تقدروا تجيبوها برده من على اليوتيوب. فين؟ على السكوله، صح يا توت؟ صح. صح يا توت. طب تعالوا النهارده مع بعض، احنا خدنا حرف الفاء، تعالوا ايه نراجع مع بعض على اصواته. ماشي؟ ماشي. اول فصل بناخده يا توت دايما فصل ايه؟ الربيع. الربيع اللي بيفكرنا بحركة السكون، وبيبقى صوت الفاء اف اف. خلاص. تاني فصل معانا فصل الصيف، وبيفكرنا بحركة الفتحة. خلاص. زي كلمة ايه يا توت كده تقولي؟ ثمرة. ثمرة. وايه كمان؟ ثعلب. ثعلب. صح. وايه كمان في البيت عندنا بنحط فيها الاكل بتاعنا؟ ثلاجة. ثلاجة. صح؟ صح. ثعلب. ثلاجة. قولي يلا. ثعلب. ثلاجة. ثاني عشان صحابي يقولوا وراك. ثعلب. ثلاجة. ثلاجة. خلاص؟ تمام. طيب. ثالث فصل معانا فصل الخريف، اللي بيفكرنا بحركة الضمة. زي كلمة ايه؟ وطوط. يا توت احنا بحرف الثاء. تمام. زي كلمة ايه يا توت؟ فكر كده. سمكة. سمكة؟ لا غلط. ايه؟ فكر تاني. ثعلب. لا. طب قول هما. ثعبان. 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 واخر فصل معانا فصل الشتاء، اللي بنلعب فيه وبنجري وبنعمل ايه؟ بنزحلق. بنزحلق، والحلقه كمان بتتزحلق بتنزل تحت الحجر. هيبقى صوت السق ايه؟ تي تي. ثياب اللي احنا بنلبسها وبتدفينا، صح يا توت؟ صح. ثياب. طب تعالى كده نقولهم تاني. ثياب. ثياب. ثعلب. ثعلب. ثلاجة. 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 تي. في ايه؟ ثياب. ثعبان. ثعبان. شاطر. انا عايزه كمان صحابي يقعدوا يقولوهم كتير كتير زي التوب كده اهوت لحد ما نحفظها خالص. يبقى احنا كده راجعنا اصوات حرف الفاء، وكمان عرفنا شكله وعرفنا ازاي نكتبه. تعالوا يلا نكمل حلقتنا. يلا مع بعض يا حبايبي مكملين مع بعض حلقتنا، حلقه حرف الساء. افتح كده الكتاب معايا ودور على حرف الساء لوحدك، هنلاقي انطق ولون حرف الساء. شاطرين، تعالوا بصوا هنا، شايفين الثعبان ده اهو؟ ندور على الثعبان اللي جواه حرف الساء. ايوه لقينا اهو حرف الساء. الثعبان ده في حرف الثاء؟ لا. ده في حرف الثاء؟ لا. ده في واو. ده في ساء؟ ايوه في ساء. ده في حرف الساء؟ ايوه في حرف الساء. شاطرين، يلا نخلص تلوين ونجيب النشاط اللي بعده. ضع علامه صح تحت الصوره التي تبدا بصوت حرف الثاء. تعال شوف كده، ثعلب. ثعلب بتبدا بحرف الثاء. وسادة تبدأ بإيه؟ أيوة سمع أصحابي بيقولوا لا يا مس بالواو. ثلج. ثلج أيوة بيبدأ
بالساء، ثور، ثور بيبدأ ساء، زرافة، زرافة لا بتبدأ بالزاي. شاطرين. نشاط 3، صل الصورة بالحرف المناسب. دي صورة ايه؟ ثا، ثا، ثعلب، بيبقى الثاء عليها فتحة. ثا، ثا، ثلاجة، الثاء عليها فتحة. مثلث، مثلث، الثاء عليها فتحة. طيب شوفوا هنا، ثعبان، ثو، ثعبان، يبقى ايه؟ الساء ضمة. ثياب، ثياب، كسرة. ثور، ثاء، ثور، ثاء، ثور. شاطرين. استمع وارسم دائرة في موضع حرف الثاء. أول حاجة معانا ثلج، ثاء، ثلج في أول الكلمة. طب نشوف هنا، مثلث، عندنا 2 ساء، الصوت التاني والصوت الرابع. أثاث، 2 ساء في الموضع ايه؟ في التاني والرابع. شاطرين. ايوه، اللعبه اللي كلنا بنحبها. هنعمل دايره على حرف الثاء. شوف، ثعلب، مثلث، عندنا 2 ساء، كمثرى، كمثرى. برافو. يلا نكتب مع بعض ايه حرف الثاء. احنا قلنا حرف الثاء شبه التاء وشبه الباء، طبق، بس هو اقوى واحد فعنده ايه؟ 3 نقط. طب الثاء طيب ولا شرير؟ لا طيب، بيفرد ايده ويمسك في صحابه. اهو شوفوا فرد ايده على السطر ازاي. برافو. يلا نكمل لوحدنا. اكتب الكلمة. دي صورة ايه يا ولاد؟ صورة ثلج، ثلج. اهو ثاء فرد ايديها عشان هي طيبة وعليها الفتحة. لام عشان اللام طيبة بتفرد ايديها. جيم تمسك فيهم. ثلج، ثلج. عندنا صورة تانية ايه؟ ثور او ثاء عليها الفتحة. واو، وعشان الواو شريرة مش هتمسك في الراء وبعدين الراء. ثور، ثور. برافو عليكم. يلا حبايبي مع بعض كده، هنلاقي بعد حرف الثاء لاحظ وتعلم. تعالوا نشوف كده عايز يقول لنا ايه. بيقول لنا لون كل حرفين متشابهين بنفس اللون. يعني ايه؟ يعني مثلا الثاء والثاء نلونهم مثلا اصفر، الجيم والجيم نلونهم اخضر، القاف والقاف نلونهم احمر. كل حرفين شبه بعض هنلونهم بنفس اللون. ولما نخلص نجيب نشاط رقم 2. الله، اللعبة الجميلة، صل الحروف لتكون كلمة. دي صورة ايه؟ موز، موز. سامع الصوت الاخير ده؟ صوت ايه؟ صوت حرف الذال. نكتب مع بعض هنا كده كلمة موز. اولها ايه؟ ميم فرد ايديها. واو، وعشان الواو شريرة مش هتمسك في الزاي. تاني صورة معانا، صورة ايه؟ كرش، كرش، كرش. ايوة، اخر حرف ايه؟ شين. تعالوا نكتب هنا كده كرش، قاف،
راء شين، والراء شريرة ما بتمسكش في حد. تالت سورة معانا ثلج، ثلج ثلج، أيوة آخر حرف فيها جيم. نكتب كلمة ثلج، فاء فردة إيديها عشان هي طيبة، واللام فردة إيديها عشان هي طيبة، وفي الآخر الجيم. يبقى كده كتبنا إيه؟ موت، كرش، ثلج. اكتب الحرف المناسب، عندنا ثاء وعندنا واو. ثور، ثور، ناقصها ايه؟ ايوه ثاء، برافو. طب موز، موز، ناقصها ايوه سمع اصحابي واو. ورق، ورق، ناقصها واو، برافو عليك. سباق بالسيارات، وانطق الكلمة انطق سباق سابق بالسيارة، وانطق الكلمة وصلها بالصورة. هنعمل سباق بالعربيات الجميلة دي ونشوف هنوصل لكلمة ايه. شوف كده، علم، علم، ايوه احنا وصلنا فعلا اهو لسورة العلم. طب شوف معايا كده، عسل، ايوه احنا فعلا وصلنا للعسل. ولد، ايوه فعلا احنا وصلنا للولد. سل الصورة بالحرف المناسب، شوف هنا دي صورة ايه؟ ايوه شمس، نوصلها بايه؟ بالشين. ع علم، حرف العين. ذا ذيل. و ولد. ذا زرافة. وهنا ثوب، ثوب. ارسم دائرة حول الحرف الصحيح. هنا ايه؟ شي، شي، شبل. شي يبقى الشين تحتها كسرة، وي، وي، وسادة تبقى الواو تحتها كسرة، ع عسل يبقى العين عليها فتحة، ذو، ذو، ذبابة يبقى الذال عليها ضمة، ثو، ثو، ثعبان يبقى شبل، وسادة، عسل، ذبابة، ثعبان. هنلاقي كمان لاحظ وتعلم تاني، في ايه؟ في ولد جميل اهو بياكل حاجات جميلة جدا زي ايه؟ ده صورة ايه يا ولاد دي؟ ع عسل. هو عايزنا نكتب اول حرف من كل حاجة الولد بياكلها. عسل بحرف ايه يا ولاد؟ ايوه بحرف العين، شاطرين. طب دي اسمها ايه؟ ذرة، ذرة بحرف الذال. عنب، شاطرين بحرف العين. شوكولاتة، شوكولاتة بحرف شين، برافو. في ايه هنا كمان؟ ثوم، ثوم بحرف الثاء. لعبتنا الجميلة، صل الحروف لتكون كلمة، شاطرين. دي سورة ايه؟ شمس، شمس، اخرها ايه؟ سين، شاطر. يلا نكتب شاء، والشين طيبة بتفرد ايديها، بعدها ايه؟ ميم طيبة بتفرد ايديها،
وبعدين السين، شمس. طيب أذن، أذن هي ناقصة النون. اكتب كده معايا، دي ألف، شاطرين. أذن حرف إيه؟ الذال، وعشان الذال والألف شريرين ما بيمسكوش في بعض. وبعدين النون، أذن. آخر حاجة علم، علم آخرها حرف الميم. نكتب كده مع بعض، ع، والعين طيبة تفرد إيديها، واللام طيبة بتفرد إيديها، علم. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، حلقة حرف الثاء. أخدناه بأصواته الأربعة، وأخدنا شكله وعرفنا إزاي نكتبه، وحلينا مع بعض أنشطة كتاب المدرسة. هتلاقوا لينك تحت الحلقة فيه أنشطة زيادة وشتات زيادة ممكن نتبعها ونحلها. وأي حلقة فاتتكم كلنا عارفين هنلاقيها في قائمة التشغيل مس سوزان لغة عربية، هتلاقوا كل الحلقات اللي فاتتكم. أتمنىكم تشوفوا كل الحلقات، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.